فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا الدولة تمنع النقاب للطالبات في المدارس، فهل يجوز للطالبة أن تكشف وجهها لأجل الدراسة أو أنها لا تواصل؟ عند الرجال لا تكشف وجهها ولا تطيع الدولة، ما تطيع الدولة، وإذا أجبرتها لا تدرس في هذه المدرسة، تروح المدرسة أهلية أو مدرسة أخرى أو لا تدرس أصلا. ما هو تعليم المرأة ما هو ضروري إلا تعليمها قدر أمور دينها فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.